هلو شيف أمينة. هلو جانا. What are you going to do today? I'm going to do something sweet. Is it a cake? No, it isn't. What's it, chef? It's rice pudding. Can you tell us what are its ingredients? 1 cup of rice, 3 cups of milk, 1 cup of sugar, some raisins, some coconuts, a small teaspoon of cinnamon, and some water. Now, chef, can you tell me what's its recipe? Put the rice and water in a saucepan. Boil the rice and water for 20 minutes. Add the milk slowly as you stir. Add the sugar and stir again. Put the rice pudding into bowls. Put the raisins, cinnamon, and nuts on top. Put the rice pudding in the fridge. استني كده، انت بتقولي ايه وانتوا بتتكلموا عن ايه اصلا؟ انتوا عايزين تعملوا ايه؟ عايزين نعمل رز بلبن. يعني اللي كانت بتقوله ده هي مكونات الرز بلبن؟ ايوه. طب واللي قالته بعد كده ده كان ايه؟ كان طريقة عمل رز بلبن. هو انت ممكن تقولولي ده بالعربي بس انا ما كنتش فاهمة منها اي حاجة. ماشي. المكونات هي معلقة كوباية رز، كوباية سكر، 3 كوبايات لبن، شوية مية، شوية زبيب، وشوية جوز هند، وشوية قرفة. يعني انتي قلتي دلوقتي المكونات، امال في الاخر ده كانت بتقول ايه بقى؟ كانت بتقول الطريقة، والطريقة هي نقطع الرز في الماء في حلة، ونغلي الرز والمية لمدة 20 دقيقة، نضيف اللبن ونقلب، وبعد ذلك نضيف السكر ونقلب تاني، ثم نصب الرز باللبن في الأطباق، ونضع عليه الزبيب والقرفة وجوز الهند، وأخيرا نضعه في الثلاجة ونمشي. طب إيه رأيك دلوقتي يا أمينة إن إحنا نجيب حد يدوق أكلتنا الجميلة دي؟ طب تقدمي مين اللي بيدوق الاكلات الجميله دي؟ مستر محمد دسوقي. اختاري بعدين. معلش ما ينفعش نسيبك. ما ينفعش نسيبك. ما فيش اطباق؟ مش معانا؟ لا. خلي بالك انت بتعملوا رز الجبن بتاع الناس ده اصلا حلو. اه على فكره. انت كنت ايه؟ لا بعدين بناكل كمان لسه في ايه رأي حضرتك يا استاذ في الاول؟ انا بدوق كتير. واو اتس ديليشس. اميز. ايه؟ طب ماشي بنصحي مين تاني يا أمينة إنه يجي يدوق الأجواء بتاعتنا الجميلة؟ نصار أمين؟ Mr. Rida is a good chef.